الواحد الذي يأتي من أسيوط بيقول أنا بحبك يا سيدنا ولو عايز كليتي أنا مستعد أتبرع بالاثنين. الحقيقة أنا أشكر هذا الأخ وجاتني جوابات كثيرة من هذا النوع اللي من مصر واللي من ألمانيا واللي من أمريكا ومن حتت كثيرة برضو على التبرع بالكلى ورفضت كلى هذا الأمر من أوله لأخره. أنا أشكر محبة الناس ولكن أنا في الواقع في سن لا يسمح بعمليات زرع كلى، فيبقى بس مشاعر الناس لكن عملية مخاطرة. هذه المناسبة أحب أقول أن الأطباء في كليفلاند في المستشفى اللي كنت بتعالج فيها أرادوا أنهم يستبقوني بضعة أيام أخرى، فقلت لهم ما أقدرش لأن لي شعب هناك. عشان صحتك أتكلم المحبة لا تطلب ما لنفسها، وقلت لهم حاجة تانية لو ان احنا يعني تركنا كل شيء للأطباء في العلاج يبقى ما سبناش حاجة ربنا يعملها. ونشكر ربنا بيعمل حاجات كتير يعني.